رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عاطف عليوي رئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك، منورنا اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير ومساء الخير على كل مشاهدينك الاعزاء، اهلا وسهلا. طبعا النهارده حصلت احداث كتير جدا، كمان منها طبعا وصول النادي الاهلي النهارده بالسلامه للجزائر عشان اللقاء القادم قصاد شبيبه الثوره الجزائريه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله، ثاني مباراه في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. والاهم بقى النهارده القرارات اللي اتخذتها مجلس اداره نادي الاهلي عشان يردوا على كل التجاوزات اللي حصلت في حق نادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره في الفتره اللي فاتت من قبل رئيس مجلس نادي الزمالك. والله هو القرارات الاخيره اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي يعني هو لحفظ الحقوق الاكثر والاقل عشان ما يبقاش فيه تلاسن، لان مجلس اداره الاهلي ما عمره ما حصل منه انه يرد زي ما الاتهامات اللي بتقال له يرد عليها بنفس المستوى او بنفس الاسلوب، فده يبقى الاحسن تمشي في القنوات الرسميه. صحيح. وده احسن. النادي الاهلي النهارده بعت مذكرات وشكاوى لست جهات رسميه بيطلب فيها سرعه التصرف او اخذ الاجراءات القانونيه رادعه لما يحدث من رئيس نادي الزمالك. بالظبط، هو ده المفروض يحصل. يعني مجلس اداره الاهلي النادي الاهلي رفع الامر الى المسؤولين، والمسؤولين هم عليهم يتصرفوا. يعني صحيح. قبل كده اتخذت عقوبات ضد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك بعدم الظهور الاعلامي وما فيش فايده، برضه في عنده حاجه تسمح له بانه يقال او يقول ما يريد، ولكن محاسبته اعلاميا تمت من ناحيه المجلس الاعلى للاعلام لتنظيم الاعلام برئاسه الاستاذ مكرم محمد احمد. صحيح. ولكن له حق الظهور في الجهه الاخرى اللي هي الجهه النيابيه. صحيح. ودي الرياضه مالهاش دعوه بيها. وقالها بكده رئيس مجلس الشعب، فاذا زي ما بيقولوا الكره في ملعبهم، يعني كل حاجه تحولت الى الجهه السياديه اللي موجوده في البلد. هل تتوقع ممكن يكون في تحركات من الجهات اللي تم اختصاصها بالشكاوى دي؟ والله لازم. ما هو لازم يكون في، يعني يا اما يسيبوها كده، يعني يسيبوها كده شغلانه لسان صليط وكلام بعيد خالص عن الرياضه هل الحصانه البرلمانيه بتدي الحق لاي شخص انه يتجاوز بالطريقه اللي تعجبه في اي حته وفي اي مجال، والخوض فيما يعني يجي في دماغه، عائلات، اعراض، اي حاجه ممكن يتكلم فيها عشان هو عنده حصانه من غير ما يكون في اي رد عليه؟ الحصانه المعروف في بلاد الدنيا كلها ان الحصانه ضد اتهام شخص ما بجريمه ما، ولكن التلاسن لازم تدخل ضمن انك لازم ترفع عن الحصانه عشان اذا كان في حد متاذي من هذا، لان ده خوض في الاعراض وخوض في الذمم وخوض في كل شيء، ده مهم جدا ان يشال عنه حصانه عشان يعرف يتحاكم. لكن طول ما هو كده وعنده حصانه خلاص مين يقدر يحاكمه؟ النهارده قبل ما ندخل في البرنامج تم احالته لجنه القيم. من اللجنه الاولمبيه؟ من الاولمبيه اللي هو اصلا مش معترف بيها، اللي هو اصلا مش معترف بيها ومعترض عليها وكل شيء، وقال فيها ما يقال. ولكن لازم، يعني احنا بنتكلم على الرياضه فلازم يكون هناك ميثاق للشرف. ميثاق شرف المهنه او شرف الشرف الرياضي موجود في اي دوله في الدنيا كلها، اللي بيتجاوز الحدود بيتحاسب، بيتحاكم، بيوقف، بيتخذ عليه اي اجراءات تاديبيه، موجود في كل بلاد الدنيا. اذا كان موجود عندنا وعطل يبقى لازم ينفذ، اذا ما كانش موجود لازم يتحط في غرامات. يعني حتى في السوشيال ميديا الانديه اللي حوالينا يعني في بلاد العرب وبلاد الخليج اللي بيتلفظ بلفظ سيء بعد مباراه ما ضد حكم او ضد جمهور او ضد رئيس نادي يغرم غرامات توصل بنصف مليون وبمليون. صحيح. يعني ليه ما يكونش عندنا الكلام ده؟ ما دام ما في حصانه برلمانيه، لا احنا بنحكمك بالرياضه. انت غلطت يبقى تدفع. والمال يقرص يعني. طيب خليني برضو اسالك، هل بتشوف الاتهامات الباطله الكاذبه اللي دايما والتزميم طبعا في مجلس اداره النادي الاهلي وفي النادي الاهلي وفي جماهيره، والسباب اللي بنشوفه ده عبر شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس نادي الزمالك، هل ده تاثيره بيكون سلبي على الجماهير المصريه؟ واكيد يعني اكيد ده بيزرع فتنه، وعانينا من الفتن دي كتير جدا. لكن الوقت المفروض يعني لابد من وضع حد لهذه التجاوزات. النادي الاهلي اتصرف من خلال القنوات الرسميه وعشان يحفظ الحق وعشان يرضع اي اتهامات تدار كده او توجه ليه جزافا، فدلوقتي الموضوع في الجهات الرسميه، في الجهات الرسميه لازم تاخد موقف. لازم تاخد موقف. مجلس الشعب عنده حل في رفع الحصانه البرلمانيه، مجلس الوزراء راح له شكوى، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب، يعني ناقص
مش ناقص حاجة غير جهات السيادة العليا. اتمنى طبعا ان يكون في حل للازمه أكيد دي طبعا وان شاء الله يعني. واعتقد برضو يعني ان رئيس مجلس اداره نادي الزمالك يعني اذا كانت الامور هو شايف كلها ضده فلازم يعني على الاقل يعني ينحني لمثل هذا التيار ويعني يكبت جماح التجاوزات اللي عمال يوجهها يمين وشمال دي. طيب خلينا نروح بقى للنادي الاهلي واللقاء القادم قدام شبيبه الثوره الجزائري، لقاء الهام طبعا، تاني مباراه لينا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي جايه باذن الله، شايف اللقاء ده ازاي؟ والله الفريق الجزائري يعني يمكن حديث العهد بالبطوله الافريقيه، ولكن قراءه سريعه في 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 موقفه في جدول الدوري الجزائري، الفريق ده عنده توازن كبير جدا بين الدفاع والهجوم، وعنده دفاع قوي بيحتل المركز الخامس في الدوري الجزائري، صحيح، ودخل مرمى 7 أهداف بس من حوالي 14 مباراه لعبها، وده اقل من المتصدر اللي هو اتحاد الجزائر ب 13 هدف بس، يعني اقل، هو اتحاد الجزائر داخل 13 هدف، هو قوي دفاعيا هدف. قوي دفاعيا جدا. فدي لازم يكون النادي الاهلي عامل حساب عليها او المسؤولين الفنيين. دخل هو سجل 14 هدف وعليه 7 وله 27 اقصد له 14 نقطه اسف له 14 نقطه وسجل 27 هدف وعليه لا انا اسف الاتحاد اللي هو شبيبه الثوره ده له 14 وعليه 7، اتحاد الجزائر المتصدر له 27 وعليه 13، فده فرق صغير جدا. فده الفرق 27 ل 14، ده الفرق بين المتصدر والمركز الخامس في الدوري الجزائري. بالظبط بالظبط. وبعدين لازم نحط في الاعتبار يعني حتى التاريخ الكبير او الارث الكبير للنادي الاهلي مع منافسه. الاهلي متاسس 1907، شبيبه الثوره متاسس 2008. صحيح. يعني صحيح. اكثر من 101 سنه فرق. حقيقي. يمكن ده. كمان المدير الفني لشبيبه الثوره اتكلم قد ايه هو فخور وسعيد بالزبط. هو وفريقه بمواجهه النادي الاهلي، صحيح بطل القرن، واتكلم ان هو برده قبل كده قابل النادي الاهلي في موسم 2017 في البطوله العربيه السنه اللي فاتت، كان هو اللي ماسك ساعتها الاداره الفنيه الخاصه بفريق حسين ضاي. بالظبط بالظبط. فده لازم تحط المعايير دي كلها قدام الجهاز الفني للنادي الاهلي، وان شاء الله نكسب المباراه يا رب ان شاء الله باذن الله. شايف ازاي موجه الاصابات اللي بتضرب النادي الاهلي وصفوفه يمكن بقالنا فتره كبيره، حتى اللعيبه اللي لسه جايين النادي الاهلي ما قعدوش يومين ثلاثه بينزلوا بيتصابوا، شايف ده ازاي؟ يعني هي انا شايفها بصراحه انها لا يعني مساله متشعبه الجوانب. يعني النادي الاهلي لو حبيت يتعد المصابين دلوقتي هم عندهم حوالي 9 مصابين. لما يكون فريق منه 9 مصابين يبقى لازم يكون جاهز بالصف الثاني. لو حبينا نعد المصابين اللي عنده مروان محسن 4 أسابيع غياب، محمد نجيب بعد 3 أسابيع هيرجع، هشام محمد برضه غياب 2 أسابيع بعد اصابته قدام فيتا كلوب، واحمد فتحي برضه عنده غياب 3 أسابيع اصابه في العضله الاماميه بارت الداخليه الاخيره في الدوري، احمد الشيخ برضه اصيب وهيعود بعد 2 أسابيع اصابه في الركبه، حسام عاشور اللاعب الوسط اصيب خلال تدريبات امس. صحيح. قبل السفر يمكن هو رجع من اصابه في الكاحل، نزل التدريب التحام مع بالزبط. شريف اكرامي جاله كدمه في الركبه يعني دي حاجات ما، واكرم توفيق برضه جراحه في الانف بعد مباراه شبيل، في الحاجز الانفي، ووليد ازارو اصابه في العضله الضامه، باسم علي اصابه في العضله الخلفيه، محمد محمود رباط صليبي وقطع اللي لسه متعاقدين معاه. الله يكون في عون يا رب ويرجع بالسلامه. امين يا رب، امين، ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. فدي لسه يعني بتضم جانب ثقيل جدا في النادي الاهلي. وهل بقى نرمي بالحمل على الجهاز الطبي، ولا نرمي بالحمل زي ما يقال على ارضيه الملعب، ولا يعني هي كلها امور متشعبه. خلينا الاول نتكلم عن موضوع الجهاز الطبي اللي شفنا في الفتره الاخيره دعم كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي للجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود، كلهم كانوا منزلين صور عندهم على السوشيال ميديا بتاعتهم مع دكتور خالد محمود، بيقولوا ده افضل طبيب. يمكن هو ملوش يعني ما ينفعش نرجع بس اسباب الاصابه للطبيب، يمكن تكون مثلا سببها مدرب الاحمال السابق. ما هو الجهاز الطبي ارضيه الملعب يعني في بدل السبب 1000 غير. بالظبط. اكيد حضرتك الجهاز الطبي ما هوش الدكتور خالد محمود بس، الدكتور محمود مسؤول عن الجهاز الطبي، لكن زي ما حضرتك بتقولي في مدرب احمال ده ضمن
هذا الجهاز، وهو صحيح. بيتم اشراف الجهاز المسؤول عن الجهاز الطبي. انا اقصد اللاعب لما بيخرج من مباراه المفروض بياخد راحه سلبيه حتى استشفى. لو عنده لازم لازم عشان يستعيد لياقته، ما يتمرنش بتمارين تثقل على حمله وتعمله عنده اوفرلود في الحمل فبيصاب عنده بالاصابات. الاصابات كلها حضرتك لو شفتيها بعيد عن الرباط الصليبي والعضله هتلاقي عضله ضم، عضله خلفيه، عضله اماميه، فدي كلها بتبقى نتيجه احمال اكيد. يمكن كمان ونيجي للارض بقى الملاعب. طبعا. وكمان هتلاقي حضرتك ان الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي كان في مباريات متتاليه، ثلاث بطولات مع بعض، كانت يعني ما كانش فيه وقت للراحه، كان مؤجله في الدوري كبير جدا. صحيح. عضلي على اللعيبه. اكيد اكيد. وانت اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت لو تفتكر حضرتك، ان قلنا ده كان سوء تنظيم من وضع جدول المسابقات المصريه من اتحاد الكوره، هو اللي حط المسائل دي كلها. البطولات اللي بتلعب فيها الانديه، بطولات القاريه، كنت شايف الافضل يحصل ايه؟ يقولوا للانديه ما تلعبوش غير في بطوله او بطولتين ولا يلغوا الدوري، هيعملوا ايه برضو؟ وحضرتك البطولات الافريقيه والبطولات العربيه جدولها معروف ومعلن، وانت عندك بطوله الدوري. عمره ما بيحط جدول مسابقات افريقيه او جدول مسابقات بطوله اقليميه زي البطوله العربيه الا بعد ما بتعدل انت برنامجك، بتبقى عارف برنامجك ماشي ازاي، بتديله برنامجك وبتقول له، بتقول له انا عايز امشي في العب في ايام كذا وفي ايام كذا وفي ايام كذا، بالاتفاق ما بين الفرق المتنافسه وبيتم الحل. لكن ما تجيش مره واحده تاجل لي مباراه عشان هلعب مباراه كذا، وتاجل لي مباراه عشان مباراه كذا، تيجي تلاقي نفسك مؤجلك اربع خمس مباريات. لازم توفيهم. صحيح. لازم توفيهم. صحيح. نرجع بقى لمشكله الملاعب بعد اذنك. اتفضل. الملاعب وزراعتها. يعني انا يمكن انا اعرف ال شركات كتير من المسؤولين عن زراعه الملاعب، ومنها اللي كانت مسؤوله عن ملاعب النادي الاهلي سواء في مفتتش او في مدينه نصر. كانوا بيلوموا على ان الجهاز اجهزه الترويه بتاعه النجيله اللي ما بتتزرع، هم كانوا جايبين اجهزه من المانيا زي ما قيل لي، كان اجهزه من المانيا بتروي بالتنقيط. التنقيط ده لا يسمح بتجمع الماء تحت النجيله. صحيح. واي ريح او اي حاجه زي بنشفها، فبالتالي بتفتح تاني المسام وبتتم التنقيط. تم تغيير ده وتم زراعه، تم الرش مش رش بقى، ببمب. البمب ده يعني بيقول لي بيغرق الملعب بنسبه مطر تساوي مثلا 6 مللي او 7 مللي زي اي عاصفه بتحصل. فبالتالي بتتم التجمعات، لو اي لاعب يجي يشوط كوره هيشيل النجيله معاه، لانها مش تحتيها ميه. تحتيها ميه. ده اللي كان عكس اللي كان بيطلبه المدرب السابق. كان يقول لي قبل اي تدريب شيل النجيله خالص، عشان لما اللاعب يجي يشوط كوره هيشوط الكوره مش هيشوط الارض. لكن لما الكوره تكون نازله في قلب النجيله جامد، صحيح، مش تعرف يشوط كوره ولا يشوط النجيله، هيكون عرضه كمان للاصابات. هي دي. وبتلاقي حتت ارض ثابته وحتت ارض متحركه، يعني هو ده اللي بيسبب الاصابه، وحفر في الارض. ويمكن شفنا كمان اصابه حسام عاشور، كانت شقاه على ملعب مختار التتش، لكن برضو يعني اصابته كانت بسبب حفره في الارض. بالظبط بالظبط. لازم ينتبهوا للمساله دي. طيب خلينا نتكلم بقى عن المباراه القادمه، مباراه شبيبه الجزائر. شايف فرص مين برضو اكبر في اللقاء ده؟ لا ان شاء الله فرص الاهلي اقوى واكبر، لان يعني زي ما قلنا اذا كانت يعني لو قرانا الموقف للفريقين في الدوري هم الاثنين متشابهين، ممكن الاهلي اكثر شويه، ولكن بخبره اللعيبه في النادي الاهلي وبخبره ممارساته البطوليه في افريقيا هو قادر ان هو يكسب المباراه دي ان شاء الله، رغم ان في اصابات عنده كتير، عنده الموجودين كلهم في يعني يقدروا يتحملوا، بس ينتبهوا لازم يخترقوا دفاعات شبيبه الثوره لانه دفاعه قوي، دفاعه قوي جدا. طيب خلينا نروح سريعا بس لبعض القرارات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي اللي صدرت النهارده للالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم. فكابتن جوهر نبيل هيكون رئيس للجنه المنظمه لمباريات بطوله افريقيا للسله في النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كلف جوهر نبيل عضو مجلس الاداره برئاسه اللجنه المنظمه لمباريات البطوله الثالثه من بطوله افريقيا لكره السله واللي بيستضيفها النادي خلال شهر فبراير المقبل. المقرر وصول الفرق يوم 6 فبراير، وهتقام المباريات ايام 8 و9 و10 من نفس الشهر. بتغادر الفرق القاهره يوم 11 من نفس الشهر، شهر فبراير، وبيتم عمل ترتيبات عديده لاستقبال طبعا الفرق اللي هتشارك وتسهيل اقامتها وتحركاتها خلال الفتره دي، مع توفير ما يلزم لراحه الفرق في اطار التنظيم المشرف اللي بتسعى ليه اداره النادي الاهلي. قرعه البطوله اسفرت عن وقوع النادي الاهلي في المجموعه الثالثه واللي بتضم
فرق أول أغسطس الأنجولي وبطل رواندا وفريق فيراو بطل موزمبيق. كمان مهند مجدي رئيس للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرجال الطائرة مجلس الإدارة برضو برئاسة كابتن محمود الخطيب، أسند مهند مجدي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي لمهمة رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال واللي بينظمها النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أسند المجلس لمهند رئاسة اللجنة البطولة اللي هتقام فعالياتها خلال الفترة من 30 مارس لحد 11 ابريل واللي بينظمها النادي الاهلي في الموسم الثاني ليه على التوالي. من المنتظر ان يتم توقيع عقود استضافة النادي للبطولة يوم 24 يناير الحالي بحضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة، وبتبدأ فعاليات البطولة بوصول الفرق المشاركة يوم 30 مارس وبيعقد الاجتماع او يعقد الاجتماع الفني الخاص بها يوم 31 مارس، وهتكون مباراة الافتتاح ان شاء الله يوم 1 ابريل 1/4 والمباراة النهائية هتكون يوم 10/4 وبعدها ب 24 ساعة برضو هتغادر الفرق المشاركة في البطولة. كمان برضو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كلف محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات واللي بينظمها النادي الأهلي خلال شهر مارس اللي جاي، بيترأس سراج الدين اللجنة المنظمة للبطولة اللي هتكون فعالياتها ما بين 14 ل 26 مارس، من 14 ل 26 3 اللي جاي. من المنتظر وصول الفرق المشاركه للبطوله يوم 14 مارس وعقد او هيتم انعقاد الاجتماع الفني يوم 15 وهتنطلق مباريات البطوله يوم 16 مارس وبتقام المباراه النهائيه يوم 25 مارس وبتغادر الفرق المشاركه في البطوله يوم 4 يوم بعدها بيوم واحد هتكون يوم 26 مارس. ومجلس اداره النادي الاهلي اتقدم بطلب للاتحاد الافريقي لاستضافه البطوله للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير في تنظيم النسخه في الموسم اللي فات، والمفروض ان هيتم توقيع عقود استضافه النادي للبطوله يوم 24/1 بحضور الدكتور برضو عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطائره. ده بالنسبه بقى للالعاب الاخرى بالنسبه لكره السله وكره الطايره، بالنسبه للبطوله سيدات وكمان البطوله رجال ان شاء الله النادي الاهلي يقدم تنظيم مشرف كالعاده. نرجع بقى تاني نتكلم عن شبيبه الثوره الجزائري واللقاء الهام لينا ان شاء الله في تاني مباراه لينا في دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي. هي بدايه النادي الاهلي ان شاء الله كانت كويسه جدا والحمد لله مع امام فيتا كلوب صحيح، وان شاء الله كم مشوار قدام فريق الجزائري، يعني الانديه الجزائريه ما هيش غريبه على النادي الاهلي واداء قدامها مشرف. هو ده ملعب هيستضيف ان شاء الله لقاء النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جايه هو وشبيبه الثوره الجزائري. طيب لو اتكلمنا عن شبيبه الثوره الجزائري هنلاقي حضرتك ان الفريق ده خسر في المباراه اللي فاتت قدام سيمبا التنزاني بفرق كبير طبعا، ودلوقتي في حاله من الغضب الكبير جدا من جمهور شبيبه الثوره الجزائري لدرجه ان اداره نادي شبيبه الثوره الجزائري طلبت من الجمهور ان هم ما يحدفوش ازايز في لقاء النادي الاهلي ولا شباريخ عشان ما يتعرضوش للعقوبات، فواضح كده ان هيكون في يعني اجواء مشحونه جدا خلال اللقاء. الاهلي مش بعيد عن الشحن يعني، لكن فعلا هم ما بينتابهم حاله من الغضب جدا الجماهيري بعد الهزيمه المشينه ليهم قدام سيمبا، لكن ده ممكن يكون سلاح ذو حدين، يكون سلاح طبعا اللعيبه هتبقى تحت ضغط عصبي كبير جدا قدام الماتش، وده بيبقى صلاح النادي الاهلي أكيد. اي خطا ممكن يرتكبوه بينعكس عليه سلبيا، اي هدف مبكر للنادي الاهلي هينعكس عليهم سلبيا جدا وهيكونوا في شبه انهيار، وهو ده المفروض يركز عليه لازارتي يعني في خلال المباراه. طيب لو هنتكلم بقى عن مروان محسن طبعا تعرض لاصابه كذلك صلاح محسن وبرده أزارو، هل النادي الاهلي محتاج لمهاجم في الوقت الحالي؟ الهجوم بالنسبه للنادي الاهلي يعني انا شايفه كويس مع ان دلوقتي ما فيش غير اجاي في القايمه، يعني القايمه بس عنده اثنين لسه، يعني عنده مكانين شغالين ممكن صحيح، هو في لسه مكانين فاضيين في القائمه، لكن هي المصابين ان شاء الله يعني خلال اسبوع او اثنين بيرجعوا تاني يعني مش اكتر من كده، ولكن انا شايف الى الان برضه ان شاء الله يرجعوا بالسلام، انا شايف ان نسبه تهديف النادي الاهلي الى الان ليست على المستوى. بس يعني حضرتك لو رجعنا للتقارير الطبيه اللي قالت ان مبدئيا مروان محسن شهر 4 اسابيع واوليد ازارو 5 اسابيع يعني شهر وشويه وشهرين، لكن هو طبعا دي الصوره واضحه لازم تكون واضحه قدام الجهاز الفني وهو الادرى ان هو ممكن يحتاج مهاجم جديد او لا، ولكن اللي على الساحه انا شايف اذا
ما هوش حد يعني احسن من اللي موجودين في النادي الاهلي، بس هم ان شاء الله الجهاز الطبي يسارع في علاجهم ويرجعوا. النادي الاهلي خلال المباريات اللي فاتت كلها يعني لعب 14 مباراه يعني ما سجلش كتير. يعني دي ودي برضه حاجه يعني تقلق برضه، يعني هل ده تفاوت من النادي من كان المهاجمين؟ عندنا كتير جدا من اهدار الفرص يعني اللي كانت سهله بصراحه بالنسبه حاجه غريبه يعني 20 هدف. وكمان كابتن محمد يوسف اتكلم في الموضوع ده اكتر من مره، 14 مباراه يبقى فيها 20 هدف. هل ده كان مر علينا اتقال قبل كده 14 مباراه يلعبهم سجل 20 هدف بس؟ يعني دي يعني نسبه هدف وهدف ونص فعلا يعني مش طيب شايف الازمه فين؟ يعني احنا بنوصل كتير للجول لكن بيبقى صعب جدا ترجمه الوصول للجول ده لهدف، شايف الازمه في ايه؟ الازمه في حسن استغلال الفرص. يعني انا الاهلي يعني المفروض ما يمرش لاعبه او المهاجم بتاعه بالخوف من انه يكون في مواجهه حارس مرمى او ما يقدرش يقتنص فرصه في خط 18 او ما يقدرش يسجل من بره الزاويه. صعب، الاهلي عمره ما كان كده، عمره ما كان كده. يعني لازم يعني، وبعدين انا اللي اعرفه ان المدرب الجديد اورجواني مارتن لازارتي ده على طول مشواره مع الفرق اللي دربها ما فيش خلاف حصل ما بين لاعب ولاعب في اوضه اللبس، ودي حاجه كويسه جدا. يعني يقدر يحتوي اللاعب كويس قوي، يقدر يدي كل واحد وضعه، ودي حاجه مبشره بان كل واحد ان شاء الله هيدي اللي عنده ويقدم حاجه كويسه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. النادي الاهلي قرر ان هو يقيد حمدي فتحي في القائمه الافريقيه وأجاي طبعا، واستغنى خلاص عن كوليبالي اللي طلع لفريق في الدوري العراقي. شايف القرار ده ازاي؟ والله كوليبالي يعني اذا كان الاهلي استغنى عنه فده وجهه نظر فنيه. انا يعني هو لعب مباراه كويسه ولعب مباراه مش كويسه، فدي صح. اللي بيحكم فيها الجهاز الفني. لكن الميركاتو شوتو بتاع النادي الاهلي اعتقد يعني اللي سجلهم كويسين كلهم، وان كنا بس اصبنا بصدمه في اصابه اخونا محمد محمود، ربنا يشفيه للاسف. برضه لاعب ام بي اللي جه حمدي فتحي ده كويس جدا. صحيح. وانه يعيد صفقه مبشره جدا. بالظبط، وانه يعيد اجاي جونيور اجاي برضه النيجيري ده برضه يرجع من الاصابه ان شاء الله. أيوة. باذن الله يرجع افضل من الاول. أيوة. وياخد دول معاهم، يعني يكون انه يتعاقد مع حمدي فتحي لسه امس ولا امس الاول، وبعدين ياخده معاه في قائمه الجزاء. فده برضه ده شيء كويس، يعني ده شغل كويس للجهاز الاداري والجهاز الفني. طيب خلينا نتكلم عن حسين الشحات. حسين الشحات برضه من الصفقات اللي انضمت حديثا للنادي الاهلي، شفت ازاي تسجيله لاول ظهور ليه مع النادي الاهلي؟ حسين الشحات حبه النادي الاهلي ما اعتقد ما يوصفش، لان هو الولد قال لك يعني انا ما تسويش عندي مال الدنيا غير ان العب النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي جدا، وبالتالي النادي الاهلي هيحبه وهو هيدي النادي الاهلي صح. الروح دي لازم ترجع، يعني روح الفنان الحمراء دي لازم ترجع عند كل اللعيبه. يعني ما احنا في عصر احتراف، انت نادي جابك واداك حقك اللي انت طالبه، يبقى لازم تدي النادي حقه. واعتقد حسين الشحات قادر على كده. طيب خلينا نتكلم برضو عن دوري ابطال افريقيا بصفه عامه. اكيد النادي الاهلي يعني من اهدافه في الموسم الحالي ان هو يتوج باللقب التاسع ليه على مدار تاريخه في البطوله. شايف الموضوع ده هيكون سهل؟ وشايف مجموعتنا عامله ازاي اللي بتضم فيتا كلاب اللي طبعا الحمد لله فزنا عليه في المباراه اللي فاتت، وشباب الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني، وشايف برضو فريق سيمبا التنزاني اللي تغلب على شبيبه الثوره اللي ان شاء الله هنقابلها يوم الجمعه اللي جايه. هل الفريق ده ممكن ينعمل له حساب في البطوله؟ سيمبا فريق مش سهل. سيمبا فريق مش سهل، ولكن الاهلي ان شاء الله بقى هيعد يتخطى العقبه اللي حصلت السنه اللي فاتت. احنا مش هنفضل كذا موسم نطلع للنهائي وبعدين بعد كده نخسر الفاينل، بس دايما بيكون في ظروف. خلينا نتفق ان الموسم اللي فات او يعني اللي هو يمكن من شهر بس، وخسارتنا لدوري ابطال افريقيا في المباراه النهائيه دي كانت بعد ضغط نفسي رهيب ما يتحملوش اي بني ادم بالنسبه للعيبه طبعا. يعني ايه اللاعب يدخل على 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 الماتش على الاستاد وبيضرب واحد زميل ليه وبيتفتح وشه وبينزل، يعني ايه؟ صحيح، يعني موضوع صحيح صعب جدا. ما هي يعني المساله دلوقتي ما بقتش مباراه في ملعب او 90 دقيقه في ملعب، لا. الـ 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 الانديه بقت بتتعامل، لكن دي برضو كانت اجواء غير رياضيه بالمره وغير مقبوله. ما هو ده، ما انا بقول لك كده، يعني الانديه بتتعامل بهذا المنطلق. يعني الانديه وعندنا شمال افريقيا يعني والغريب بقى ان اتحاد الاتحاد الافريقي لكره القدم لسه فاكر النهارده يحط عقوبه على الترجي التونسي بحرمانه من الجمهور ماتشين. ما هو حضرتك بقول لحضرتك ايه، انديه شمال افريقيا
الأقرب إنها تتعامل بناحية نفسية أو بنواحي نفسية مع المنافس، إن هو يدخل اللاعب الملعب وهو مشتت، إن يعني ممكن ما يخلوش ينام، يعمل دوشة وزيطة حوالين الفندق اللي هو ساكن حواليه. لما حضرتك بتقول يعمل أي مشادة مع أي جمهور أو أي لاعب أو أي حاجة، يعمل تدخل اللاعب كله مشتت ما يعرفش يلعب. بس إحنا كإدارة لازم نتعامل بعدها بشكل صح، يعني نبقى حافظين على لعبتنا كويس قوي. في جهات أمنية، في جهات حاجات، وأعتقد السفارات المصرية في الدول دي تقدر تحافظ على لعبتنا كويس قوي. طيب لو رحنا بقى لسيمبا التنزاني، نلاقي ان الفريق ده جايب 15 هدف في 5 مباريات في الدوري ابطال افريقيا. شايف ده ازاي؟ يعني معدل تهديفي عالي جدا. ده اللي انا بقوله. شفت احنا في الدوري بتاعنا ومش دوري ابطال افريقيا جايبين 20 هدف في 14 مباراه. اول ماتشين 4-0 4-1 على بالزبط. واحد على ملعبه والتاني في ملعبه. فده عنده خط هجوم واضح ان هو خط هجوم قوي جدا. صحيح. وبعدين يعني زمان كانوا يقولوا خير وسيله للهجوم الدفاع. انت حصن دفاعك صح وخير وسيله للدفاع الهجوم العكس. انت تخاف، لا انت ما تقفش على خط الدفاع وتقول انا بدافع عشان احافظ على هدف. لا انت هاجي يسجل فيه هدف، انا اسجل فيه هدفين، هو ده الصح. فلازم الاهم انك انت تركز على خط الهجوم. خط الهجوم هو اللي بيدي الامان لكل خطوط الورا. صحيح. واللي يربط ده هو خط الوسط. اكيد. متركت منطقه الوسط، متركت المباراه كلها. خلينا نروح بقى لملف استضافه مصر اللي كان 2019. شايف اهميه وجود الحدث ده على ارضنا ايه؟ اولا يعني اسمحي لي من خلال البرنامج ان انا اوجه تحيه تقدير واجلال لمسؤولينا في مصر الحبيبه، انهم قدروا يتحملوا المسؤوليه وقدروا يتحملوا انقاذ البطوله. صحيح. كانت على وشك انها يمكن هي في الاول كانت المفروض ان هي مسنده للكاميرون، الكاميرون ما قدرش ان هي تكمل البنيه التحتيه وكل الحاجات المطلوبه ان هي تكون متوفره في البلد المستضيفه. وجات دور على المغرب، رحنا على المغرب، المغرب ما قدرتش برضه تستضيفها. بالظبط. فما كانش فيه غير مصر وجنوب افريقيا، ومصر هي طبعا اللي اخذت شرف تنظيم هذه البطوله ب 16 صوت طبعاً من الاتحاد الافريقي لكره القدم باكتساح طبعا. ما هو ده موقف مشرف جدا للمسؤولين عندنا في مصر في كل الاجهزه المعنيه. يعني القرار اتاخد في خلال 36 ساعه بالظبط. 36 ساعه كنت مقدم ملف متكامل الجوانب من ملاعب وملاعب تدريب وفنادق وطرق ومواصلات وكل شيء وبنيه تحتيه جاهزه. صحيح. الى جانب انت ما عندكش وقت، انت واخده القرار في يناير وانت البطوله عندك في يونيو، يعني 6 شهور. صحيح. فده ما بيحصلش الا اذا كانت الا مع مصر. مصر ده حقيقي. يمكن في بلاد بتبقى محتاجه سنين عشان تنظم حدث مهم زي ده. اكيد اكيد. صحيح. طبعا اكيد. طيب. اكيد. شايف بقى اهميه وجوده عندنا في مصر ايه؟ يعني احنا محتاجينه فعلا في الفتره دي، بعيدا عن ان هي كره قدم وان هي رياضه، بس احنا محتاجين نقول للعالم كله مصر عامله ازاي، تكون البطوله دي مرايه توري العالم مصر عامله ازاي. والله دي الفقره الاولى مهمه جدا حضرتك زي ما قلت. يعني الـ تنظيم البطوله في مصر في هذا الوقت وفي الوقت اللي الناس كلها متخوفه من ناحيه من نواحي كتير جدا. صحيح. والحرب اللي بتدار ضدها من كل الاتجاهات ومن خارج مصر وجماعات وغير جماعات، ده يؤكد ان مصر قادره على تقديم بطوله وتقول للعالم كله كلمه واحده ان هي دي مصر. مصر المنقذه، مصر امن الامان، قادره على انها تستضيف 24 فريق لاول مره في بطوله افريقيا. 24 فريق من بلاعبتهم باجهزتهم الفنيه والاداريه ومسؤوليهم وبجماهيرهم، كل ده ما يعني ما وخلال 6 شهور تكون جاهزه، هي جاهزه اوريدي خلاص. فده من اهم المكاسب اللي ممكن مصر خدتها من بعد قرار التنظيم. المكسب الثاني عوده الجماهير. يعني اذا كان عوده الجماهير، عوده الجماهير اذا كان لسه في الدوري المحلي لسه ما رجعتش لحقيقتها لطبيعتها. صحيح. ولكن الجهات الامنيه كلها يدا بيد لإخراج هذه البطولة بشكل مشرف لمصر إن شاء الله. إن شاء الله. الحاجة الثالثة وهو الفوز بالبطولة، ودي أهم شيء. أكيد. عشان تعزز رقم قياسي بالفوز بالبطولة أكثر. أكيد. من مرة. صحيح. يعني أنت عززت، أنت سجلت إن أنت أول منتخب أفريقي يحرز كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية. أيام المعلم كابتن حسن شحاتة.
واكبر دوله افريقيه فاز بام افريقيا بعدد مرات الفوز، فبالتالي تعزز هذا الرصيد. يبقى كذا نقطه انت حققت منها مكاسب بقرار التنظيم ده. وبرده بنفس اهميه الفوز بالبطوله دي لازم بقى الشعب المصري يكون عليه دور كبير جدا، وهو ان احنا ازاي نوري العالم كله اخلاقنا وكرامنا وطباعنا الكويسه. بالزبط. لازم نعكس صوره طيبه جدا عن الشعب المصري ونقول العالم هي دي مصر. بالظبط، يعني الالوان والاعلام المشجعين الانديه الحاجات دي كلها تترك على جنب ولا يرفع الا صوت مصر. صحيح، يعني لا يعلو صوت فوق صوت مصر ان شاء الله. ان شاء الله خلال الفتره من يونيو ليوليو لتنظيم افريقيا. استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده في كلام جميل. شكرا جدا، شكرا جدا، بشكر حضرتك جدا على وجودك. شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم. شكرا.